بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نبدأ شابتر 2 اللي هو الهيت كوندكشن إكويشن. طبعا هنا حنهتم بس بالكوندكشن. شوف إنتروداكشن، شوف المقطع الأول. طبعا هيت ترانسفر إن تمبريتشر آر كلوزلي ريليتد، يعني مرتبطين ارتباط وثيق لكنهم مختلفين. التمبريتشر تختلف عن الهيت. ليش؟ التمبريتشر هي مقدار فقط، ممكن تقول 20 درجة مئوية 30 درجة مئوية، لكن الاتجاه لا، لأنها سكالر كوانتيتي. أما الهيت ترانسفر فهي دايركشن وماجنتيود، لازم نعرف مقدارها ونعرف كمان اتجاهها لأنها تعتبر فاكتور. مثال عندي هنا، هذه الهوت باكد بوتيتو لها درجة حرارة 50. هذه درجة الحرارة، هل لها اتجاه؟ لا، ما فيها اتجاه، هي مقدار فقط لأنها سكالر، إذا نو دايركشن. أما كمية الحرارة المنتقلة، الفرق اللي هو temperature difference هو 70-80 وات بير متر سكوير. إذا هذه الباكت بوتيتو قاعدة تسخن الهواء المحيط بها، وليس الهواء اللي يسخن البوتيتو. إذن الاتجاه مهم وضروري. لاحظ هنا في هذا المثال، لما نقول هنا داخل هذا جدار غرفة، وهذا الداخل وهذا الخارج اللي هو الكولد، نعتبر أنه اتجاه الإكس أكسس أنه هذا الاتجاه. إذا كانت الكيو متجهة في هذا الاتجاه معناها أنها موجبة، لكن إذا قلنا أنه الاتجاه الأكس هو في هذا الاتجاه وكان الداخل هو اللي بارد والبرة هو اللي هوت، إذن انتقال الحرارة تم في اتجاهش في اتجاه البارد، إذن عكس اتجاه الأكس أكسس، وبالتالي عشان كده نطلع له الماينس هنا. فنحن الدايركشن نعبر عنه بالبلس والماينس. إيش هو السبب الرئيسي درايفينج فورس للهيت ترانسفر؟ هو الفرق في درجة الحرارة. فكلما كان هذا الفرق كبير، كلما كانت كمية الحرارة المنتقلة كبير. طبعا احنا حنشتغل في الثري كوردينيت سيستم اللي هو ريكتانجولار سيستم والسلندريكال سيستم والسفيريكال سيستم. حنجد اللي هي معادلة الهيت كوندكشن في الثلاثة. هنشوف الفرق ما بين ستدي والترانزينت ترانسفر. لما نقول ستدي ترانسفر ولا ترانزينت ترانسفر، ايش نعني بهم؟ ستدي implies no change with time at any point within the medium، ما في اي تغير في درجه في درجه في الهيت مع الزمن. مثلا هنا عند الساعه 2 بي ام جينا قسنا درجه حراره، هذا السطح 15 هنا 7، بعد 3 ساعات رجعنا لقيناه هما نفسه، إذا ما يرتبطوا بالزمن نهائيا. إذا الكيو المنتقلة في هذه الحالة عند الساعة 2 هي نفسها الكيو المنتقلة عند الساعة 5. أما الترانزيانت implies variation with time or time dependence، أنه في تغير في مع الزمن أو أنه مرتبط بالزمن. مثلا عند الساعة 2 PM لقيناه 15-7، لكن بعد 3 ساعات جينا لقينا لا، قلت درجة حرارة السطح هذا وقلت درجة حرارة السطح هذا، إذا الـ Q2 لا تساوي الـ Q1 في بعض الحالات الخاصة اللي هو variation with time but not with position، في تغير مع الزمن لكن مع البوزيشن لا. The temperature of the medium changes uniformly with time، تتغير بشكل منتظم. هذا النوع من هذا السيستم نسميه ايش؟ لامبد سيستم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.